محتاج كيلو من البتنجان الرومي تنقيه كده يكون خفيف، وهنتكلم في الموضوع ده واحنا شغالين. كيلو من البطاطس، يعني دايما كده مقدار البتنجان قد البطاطس، تمام. ربع كيلو من الفلفل الرومي والحامي، طبعا النسبة والتناسب على حسب الذوق الشخصي في كل بيت. عندنا كمان بصلتين كبار متقطعين جوانح، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، لتر من عصير الطماطم، ومعلقتين كبار من الصلصة. هنحتاج كمان نص كوباية خل، نص كوباية زيت، مكعب مرقة، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وبابريكا، وملح، وفلفل اسود. دي كده مقادير مسقعتنا النهاردة، ومسقعتنا النهاردة لذيذة وخفيفة. تعال نحط بقى وك على النار. نبدأ بإيه بقى؟ نبدأ بالبصل. هناخد البصل وناخد الزيت ونروح نحطهم علشان نبدأ نديهم تشويحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي البصل، ونسيب بقى الزيت مع البصل على النار علشان يتشوحوا، ويبتدي كده البصل ايه يعني يلون حاجة بسيطة معانا، مش عايزينه يحمر قوي، يا دوبك كده يلون شوية. نفككه من بعضه. حلو قوي. ما تيجوا نرجع كده للبتنجان ونقول ازاي تختاري البتنجانه اللي تكون خفيفه وتديكي نتيجه حلوه، تبقى من جوه كده لونها فاتح، وبصوا ما فيهاش بذر، يعني بذرها بيبقى قليل جدا جدا، ودي اللي بتدينا طعم حلو المسقعه، ما يبقاش فيها مراره، ما يبقاش البذر كتير، والبذر الكتير بيبقى مر. بصوا البتنجان عامل ازاي، فله. طيب نختار البتنجانه نفسها ازاي؟ اولا لازم نختار البتنجان اللي الراس بتاعته او العنق بتاعته يبقى لونها اخضر، تبقى لسه طالعه طازه من الارض، تمام. هي البتنجانه نفسها لونها اسود وبتلمع جدا، تشيليها تلاقي وزنها خفيف، تقلبيها من تحت تلاقي فيها اللي نقول ايه الجزء اللي تحت ده في بيبقى دايره وفي بيبقى خط، هاتي اللي فيها الخط، يعني يبقى من تحت كده فيها خط، تمام. ايه تاني؟ يبقى قلنا الوزن يبقى خفيفه، الواحده خفيفه، تكون طازه، العنق بتاعها اخضر جامد، تكون سودة وبتلمع قوي، ومن تحت في خط مش دايره. ده كده هتديكي نتيجه حلوه جدا. نرجع تاني للبصل بتاعنا ونشوف اخباره. بصوا بدا ايه البصل يلون، زي ما انتم شايفين كده اهو، انا مش عايزاه طبعا يعني يلون يبقى محمر قوي، يا دوبك يخش في اللون الذهبي كده. وهنا انا عندي ايه، عندي فلفل، هبتدي احط الفلفل الرومي بالشكل ده، وكمان فلفل حامي، كل واحد على حسب ما بيحب، يعني احنا هنا هنكتفي باثنين بس. في ناس بتحبها تبقى مشطشطه قوي فبتزود، زودوا براحتكم، قللوا براحتكم، مفيش مشكله. بصوا معانا اهو شايفين كده، حلو قوي قوي. هروح بقى اجيب الثوم وابتدي احطه ونقلب، والروايح بقى طالعه ايه خطيره. نستنى بقى الثوم كده يبدا كده يصفر معانا. عندنا ايه؟ عندنا خل، هحط الخل الاول وبعد كده هحط الصلصه والطماطم. هايل جدا، والثوم بدأ ياخد معانا لون، ومش عايزينه يغمق قوي علشان ما تمررش معانا المسقعه. عندي بابريكا وعندي كزبره، وادي مكعب مرقه كمان نقربهم مننا. تعالوا نحط كده البابريكا والكزبره ونقلب. حلو قوي كده. نيجي بقى للطشه ونطش الخل. حلو قوي قوي. ونحط بقى الطماطم والصلصه.
ونخلي بقى التسبيكه الحلوه دي تتسبك شويه مع بعض. انا محتاجه اسبكها علشان تحافظ لي على البطاطس اللي هحطها في المسقعه ان هي ما تتهريش، ما لقاهاش اتهرت ونشت وخليت الصلصه بتاعه المسقعه فاتحه ومنشيه. فعلشان كده هنستنى لما نسبك المكونات دي مع بعض. انا كده بضيف كمان الملح، عايزة رشة سكر كمان، دايما الحاجة اللي فيها طماطم خاصة طماطم كتير بتبقى محتاجة رشة من السكر. واحط كده مكعب من المرقة، رشة فلفل اسود، ونقلب هايل، ونسيب بقى الكلام ده كله كده يغلي ويتسبك مع بعض كويس لغاية ما الاقي الزيت اللي انا كنت حطاه في الاول يطلع تاني على الوش، اعرف كده ان هي اتسبكت. فاضل معانا من المقادير عندنا ايه؟ عندنا المسقعه البتنجان وعندنا البطاطس، ودول بقى اللي هنحطهم اخر حاجه بعد ما الدنيا تتسبك تماما عشان نحافظ على قوام البطاطس ان هي ما تتهريش. ولا هنحتاج نحمر بطاطس ولا هنحتاج نحمر بتنجان. صدقوني لو جربتوا الطريقه دي في المسقعه هتعجبكم جدا، سهله وبسيطه وموفره جدا للزيت بزيت قليل جدا. زي ما انتم شايفين التسبيكه عملناها، ريحتها خطيره وشكلها كمان حلو قوي، وهي زي ما انتم شايفين كده اتسبكت وبقت زي الفل. انا غطيتها علشان ما تبهدلش البوتاجاز. دلوقتي جه الوقت ان انا احط فيه البطاطس. عندي هنا بطاطس متقطعه مكعبات، عندي كمان البتنجان، الوك صغير شويه بس احنا كده كده هننقل في البايركس اللي هيدخل الفرن. نحاول نقلب كده بالراحه. طبعا هنا مفيش سوائل كتير فاحنا هنضيف بقى ميه مغليه، تمام، وابتدي احط كل الكلام ده في بايركس كبير علشان ادخله الفرن بقى كل المكونات تستوي مع بعض. لا انا منتظره بس الميه تغلي عشان اضيفها ونحضر كده الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم، ده الطاجن اللي هيدخل الفرن. الفرن شغال على درجه حراره عاليه علشان مجرد بقى ان انا اقلب المكونات مع بعض واحط لها الميه اللي هتغلي دلوقتي وكله يغلي في بعضه، هحطه في الطاجن وادخل الفرن. طبعا هغطي عشان البتنجان يستوي، البطاطس تستوي، وحوالي ساعه الا ربع كده، وبشيل الغطا تحت الشوايه علشان ياخد الطاجن معانا وش لطيف كده وتطلع سخنه مفحفحه على السفره. في انتظار بس الميه هنا بتغلي علشان احطها وكل المكونات تبقى كلها كده سخنه وبتغلي مع بعض، وادخل الفرن على طول. والبتنجان دلوقتي هايش وكبير شويه كده بس بيستوي، وتلاقيه حجمه قل شويه. هضيف رشه السكر اللي احنا ما حطيناهاش مع الصلصه وهي بتتسبك، دي ضروري كده علشان ما تبقاش طعم الطماطم لازع، فهي رشه بسيطه خالص. ويلا بينا نضيف الميه المغليه. وبما ان الميه مغليه والتسبيكه كانت على النار سخنه فكله كده ايه هيغلي مع بعضه على طول، وتعالوا بينا نشيل الكلام ده كله نروح نحطه في الطاجن علشان ندخل الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. هايل، هظبط الدنيا وانزل بقى كل المكونات بتاعتي لو حابين شويه ميه كمان، بس كده 10 على 10. عندي قرنين فلفل حامين كده طلعوا مع الوش، نقلب عشان لو ايه في جزء كده ما كانش متقلب في الصوص، فنقلب كله وتبقى الدنيا معانا كلها مظبوطه وندخل. يلا بينا
على الفرن، بس اهم حاجه ان انا هغطيها الاول علشان اساعد البطاطس ان هي تستوي على طول. على ارضيه الفرن علشان تستوي قوام زي ما قلت لك كده، يعني من نص ساعه لساعه الا ربع هتكون بقت تحفه. يا دوبك ارفع الورق الالومنيوم واحطها تحت الشوايه لو انا عايزه احمر الوش، وتقدميها بالف هنا وشفا. يلا بينا نرفع بس الشبكه كده علشان نقدر ندخلها في الارضيه. كل حاجة كانت بتغلي على البوتاجاز فمش هتاخد وقت، وهتغلي على طول في الفرن وهتكمل تسويتها ومش تاخد معانا وقت خالص. انا هروح ارفع الغطاء عن المسقعة عشان تبتدي كده تاخد معانا وش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي لسه ما استويتش التسوية الكاملة بتاعتها، بس عشان وقتنا احنا مضطرين بقى نرفع الغطاء كده ونسيبها علشان تستوي. نعم والله. طيب ده احنا لسه قدامنا وقت اهو، زي الفل، هنخليها في الفرن. احنا ممكن ريحتها يا جماعه تجنن، المسقعه ريحتها خطيره. ننزل بقى مقادير المسقعه كده على السريع ونطلعها. بسم الله. عارفين قدامها 10 دقايق كمان وتبقى يعني وهميه بجد. الريحة خطيرة جدا جدا. لازم تجربوها. مسقعتنا النهاردة كانت مسقعة نقول عليها ايه يعني، تنفع دايت بصراحة. كمية الدهون اللي استخدمناها النهاردة كانت بسيطة جدا. متعودين كلنا ان احنا نحمر البتنجان في الزيت، ونحمر الفلفل، ونحمر البطاطس لو هنحط بطاطس يعني في المسقعة، فكل ده بياخد معانا كمية زيت كتيرة، وفي نفس الوقت بنهدر الزيت ده لانه بيسود ومنعرفش نعمل فيه حاجة. النهاردة عاملين مسقعة من غير زيت، يا دوبك شوية زيت صغيرين اللي عملنا فيه الكلام ده كله. عايزة اقول لكم بجد خطيرة، ريحتها حلوة قوي قوي قوي.